دكتورة أبرار أحمد الهاشمي. نعم. اختصاصي جراحة عامة. أتوقع my biggest achievement is يعني entering the field of surgery. تخصص الجراحة يعني يعالج المرضى فعلياً يعني يعني مو بس بالأدوية. إحنا we actively treat the patient. أكثر شيء يعني أثر فيني كان تفجير مسجد الإمام الصادق اللي صار قبل كم سنة. يعني the fact إن أنا كنت مجال السيرجري قدرت my skills قدرت إني أعالج ناس يعني هد من ناحية المعنوية يعني أكيد كان يولنا وايد أهالي المرضى بيومها يعني أهما كلهم نفسيتهم تعبانة they're in shock يبون أحد إن يواسيهم يبون أحد يطمنهم على يعني أهاليهم فيعني أي دكتور يقدر يسوي هالشيء وإحنا كلنا كنا موجودين وقاعد نساعدهم بس يولنا يعني كمية ال injured patients الكاتونز النزيف يعني الشظايا اللي كانت بأجسامهم يعني قدرت by skills قدرت إني أعالجهم حتى لو يعني شغلة بسيطة يعني يعني غير العمليات الكبيرة يعني كعمليات بسيطة يعني قدرنا إن نعالجهم الجراحة يعني to me surgery is an art يعني every cut is meticulously planned out كل يعني مع كل cut من البليد يعني احنا يعني قاعدين نرسم الجسم يعني we're not just يعني cutting people open and curing them هو بذاك اليوم actually يعني احنا عادة الدكاترة كل تيم ليوم معين يكون موجود فيه بالمستشفى يكون يعتبر اسمها خفارة يعني فذاك اليوم احنا ما كنا خفارة انا عن نفسي ما كنت خفارة كنت قاعدة بالبيت وسمعنا عن الخبر بس المجتمع الطبي كله لما صار هالموضوع كلنا رحنا سواء اللي راح مستشفى الأميري واللي راح مستشفى مبارك اللي يعني مخلص دوامه واللي مو مخلص دوامه كلنا رحنا وكلنا رحنا عشان نساعد لأن كمية المرضى كان يعني كانوا وايد ف يعني كان off working hours وهم رحنا ونبي نساعد نبي بأي طريقة إن نخفف على الدكاترة اللي هم أساسا كان المفروض يكونوا موجودين هناك ونخفف على المرضى وأهاليهم يعني أول شيء as يعني a female doctor especially يعني as a female surgeon I think يعني it should encourage more women to go into the field of medicine, especially surgery. إحنا محتاجين يعني جراحين نساء عشان وايد مرضانا يعني وايد من الحريم يبون جراحات. أي يعني مو شرط كجراحة بس ك يعني كطبيبة أو كأي طبيب المجتمع لازم يقدر يعني شغلة الطبيب. يعني إحنا قاعد نقعد بالمستشفى أكثر من 24 ساعة أكثر من 36 ساعة ويعني هال 36 ساعة مو مدفوع لنا حق بالضبط هال 36 ساعة بس إحنا قاعد نقعد عشان المرضى فالمريض اللي يتهاوش ويانا ولا اللي يعصب علينا يعني بس خل ما إيه مو يعني مو فاهم إن إحنا طول هالوقت إحنا قاعدين نشتغل ما قاعد ننام قاعد نسهر عشان راحتهم وعشان صحتهم. I think in raising awareness يعني is the most important thing in our profession. Whether it's be through campaigns or raising awareness to the students نفسهم, it's important. Success is basically يعني I see it in when the day that you don't need to introduce yourself. No longer need to introduce yourself. The fact, your presence, people know you through your social media or through campaigns or lives you've saved or activities you've done.
أكيد هو يعني خصوصاً يعني أيام اللي مثلاً نكون خفارة ومشتغلين وصار لنا أكثر من 36 ساعة ومو نايمين ونشوف نبطل سناب شات نطالع نشوف إن هذه الناس اللي الناس قاعد تسمع لها يتكلمون مثلاً عن دواء معين يروحون هم يشترونه من غير ما يستشيرون طبيب فيحز بخاطرنا يعني إن إحنا اللي دارسين وقاعدين نكرف ما حد مقدرنا والمشكلة بالمجتمع أنا أتوقع المشكلة هي بالمجتمع إن المجتمع اهتماماته صايرة اهتمامات سخيفة أنا أحس إن أهم في تقصير من ناحيتنا إحنا يعني مشكلة بمهنتنا إن وايد من وقتنا يكون بالشغل نشتغل إذا ما قاعدين نشتغل قاعدين ندرس فالوقت اللي إحنا بنعطيه حق المجتمع يعني راح يكون وقت ثمين و يعني من هالناحية يعني شيء على حساب شيء هل نستخدم هالوقت حق راحتنا ولا نوعي المجتمع أكيد إحنا يعني بالكلية اشتغلنا على كذا كامبين مع الجينيس وورلد ريكوردز وحتى من بعدها اشتغلت مع Cancer Aware Nation سوينا كامبين عن البريست كانسر وكنا يعني كنا نوعي المجتمع عن سرطان الثدي وكتبت مقالة بعد بالكويت تايمز عن سرطان الثدي يعني كنت مشتغلة بهالمجال من قبل فبالعكس يعني إن شاء الله